بابا يا بابا، صباح الخير يا عم احمد. ايه الحكايه؟ صباح النور. ايه يا ابني مالك واقف متسمر على الباب كده ليه؟ اصل بخبط على بابا عشان اصبح عليه قبل ما انزل، مش بيرد، خايف لا يكون تعبان ولا حاجه. طب وانت ايه مكسوف يا عم؟ تفتح نشوف نطمن عليه. تعال ربنا يستر. ابوك ماله نايم زي الفسيخه كده وبهدوم خروج؟ غريبة، ده أول مرة يعملها. بابا بابا بابا، إيه الريحة دي؟ ريحة إيه؟ ريحة خمرة. خمرة؟ خمرة إيه؟ ما تحترم نفسك. أبوك شكله كان سهران سهرة حلوة وضرب لي يجي إزازتين. إزازتين إيه يا بني آدم أنت؟ هيكونوا إزازتين خروب يعني، أكيد إزازتين ويسكي. ما تلم نفسك يا طارق. يا عم أنا بكتب ما تيجي تشم. وأنت شعرفك أنت بالحاجات دي يا أخي. عيب عليك، ده أنا قديم قوي ولافف وداري وعاجبك. يخرب بيت سنينك، هي حصلت؟ بقول لك ايه، ما توطي صوتك بقى عشان ما يصحاش. طب ما هو لازم يصحى عشان نعرف هو ماله. لا ما ينفعش يصحى عشان ما ينفعش نحرجه. انت شايف كده؟ اه شايف كده. اتفضل بقى انت قوم روح شوف مصلحتك وانا هفوقه واعمل له شوب قهوه وان شاء الله هيصحى ويبقى زي الفل. لا حول ولا قوه الا بالله. ليه تعمل في نفسك كده يا بابا؟ الشباب ما تسمعيهوش يا اخويا.